وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، انتشرت مؤخرا إرسال روابط لمواقع في الإنترنت فيها مواد صوتية إما قرآن أو دعاء أو دروس، ويقول أرسلها ويقول مرسلها أنها صدقة عن الميت فلان، فهل هذا يدخل في الصدقة عن الميت؟ وما حكم طلب نشر هذه الأمور بنية الصدقة عن الميت والدعاء له؟ والله ما كل شيء ينشر حتى يتوثق منه ومن قائله، الإنترنت وغيره، حتى يتوثق منه ويعرف معناه ويعرف من قاله. وأما عن الميت الأولى أنك تتصدق عنه أو تشتري كتبا وتوقفها وتجعل ثوابها له. نعم.